ازيكم يا مواليد برج المزاد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج المزاد ليوم الخميس 9 ديسمبر كانون الاول 2021. انت تتعامل مع كل ما تفعله بشعور من المرح اليوم، مما يجعله تجربة ممتعة تماما بالنسبة ليك، ولا شيء يمكن أن يزعج ما تشعر به. تتفاجأ بالطريقة التي يتحول بها الآخرون إليك، ويقدرون ما يقولونه ويطلبون مشورتك، مما يساعدك على تحسين علاقاتك واكتساب فهم أعمق بالنسبة ليك. بالنسبة ليك عاطفيا يا ميزان، إذا بدأ كل شيء محموما وخرج عن السيطرة، فمن المحتمل أن يتحقق أي شيء مفيد. قد تشعر أن الموقف مقلق وتلاحظ مدى انفعال الآخرين، خاصة أولئك الذين تحبهم وتهتم بهم أكثر من غيرهم. ابقى بعيدا عن الأنظار وانتظر حتى تعود الهدوء والحالة الطبيعية قبل أن تفكر في فعل أي شيء. بالنسبة ليك مهنيا يا ميزان، إذا كنت تتعرض لضغط أو ارتباك لا داعي له يؤدي إلى حدوث تأثير غير مباشر مع زملائك، فابحث عن سبب العوامل التخريبية وحاول نزع فتيل الجو المقلق، وتوقف قليلا عن مطالبك والتي قد ينظر إليها على أنها غير معقولة ومتهورة في الظروف الحالية. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يواصل القمر عبور برج الدلو في الصباح ويشكل مربعا للمريخ هذا الصباح. يمكن أن يشير هذا العبور للحالة المزاجية ونفاذ الصبر والإلهاء، ومع ذلك مع تقدم اليوم نجد أنفسنا أكثر انزعاجا. ينتقل القمر لبرج الحوت ويساعدنا الانتعاش العاطفي أو العقلي على اكتساب منظور جديد للأمور. مع وجود شريحة خامسة من كوكب المريخ وزحل في وقت لاحق، نحن ماهرون بشكل خاص في الفرز والترتيب والتخطيط اليوم. يمكن أن يكون هناك استعداد لتقديم تضحيات إذا بدأ أنها أفضل طريقة لإجراء تحسينات. مع وجود خطة للعبة جديدة، فنحن على استعداد لممارسة الصبر فيها. توقيتنا اليوم هيكون جيد للأنشطة التجارية والشخصية، لأننا نميل إلى التخطيط والاستعداد بشكل جيد. بيحدث القمر الفارغ اليوم مع الجانب الآخر للقمر قبل تغيير العلامات من مربع المريخ، بيدخل القمر لبرج الحوت، وذلك هيدعو إلى الحب والتسامح اليوم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.